ينفعش تخلي حد يراقبني. قصدك يحميك؟ يا بابا انا مش محتاج حمايه، انا اعرف احمي نفسي كويس. عشان كده اتخطفت. يا ابني انت ما شفتش امك كانت عامله ايه؟ انت ما بتسمعش كلام حد وماشي بدماغك. يبقى سيبك ولا احرسك بالعافيه. يا بابا انا مش عايز حاجه من حد، سيبوني في حالي، انا عايز ابقى لوحدي. انا كل يوم بكتشف ان قراري كان صح اني ابقى بعيد. انا ما بقتش عاوزك تقرب. يا بابا ارجوك طيب ما تخلينا كلنا بره. الحاج زنبي، الحاج زنبي. ايه في ايه؟ لا جاي جاي والله. لا 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 المرة دي بقى جاي. باي باي. نفس المكان. ها باي. فارس. ايه يا عم؟ انا هوصل مشوار وبعدين اروح. ربنا يوفقك يا عم. ويوفقك انت كمان. قولي امين، قولي امين. امين. بقول لك ايه؟ ما تحبيني بقى. الحمد لله لحقنا. عملنا لها غسيل معده. ان شاء الله ساعتين وتاخدوها معاكم، بس واضح ان اعصابها تعبانه. يا ريت محدش يعاتبها في اي حاجه او يتكلم معاها في اي حاجه. نصيحتي ليكم تودوها لدكتور نفسي يتكلم معاها افضل. شكرا يا دكتور. على اذنكم. مساء الخير. مساء الخير. كويس انك جيت المره دي. يا ترى ايه اللي فكرك بيا؟ فكرني بيكي؟ على راي حبيبتك فكروني ازاي؟ هو انا نسيتك؟ هما كلموك تاني عني؟ وافتكرت فرحت وياك قد ايه؟ ويا ترى فكروك كمان يا روحي بعدنا ليه؟ اهي دي بقى مش عايزة افتكرها. وحشتيني يا مريم. انت بقى ما وحشتنيش. انا خلاص زهقت من اللعب ده. وصدقني المرة الجاية لو كلمتني مش هرد عليك يا سليم. انا مش عارفة كلمتك تاني ليه مع اني كنت ناوية ما ردش عليك. عشان بتحبيني؟ محبك واخرته ايه؟ احنا ما بقيناش عيال صغيرين. كل ما بنقرب للجد بتهرب، وكل ما بتحس اني بضيع منك بترجع تاني. مش معقول يا مريم. هو ده وقته؟ على رأيك هو كان وقته قبل كده علشان يبقى وقته المرة دي؟ الصبر. اصبري شوية يا مريم. انت عارفة كويس انه مش معقول ان انا بعد العمر ده كله هلاقي نفسي فجأة كده محبوس في قفص. أنا مش سجانة يا سليم. وهو برضو في سجانة زيك كده. بذمتك في سجانة بالحلاوة والجمال ده؟ عارفة؟ والله العظيم لو كان السجن بالحلاوة دي أنا أرتكب أبشع الجرائم وأخش السجن أقضي بقية عمري معاكي ما أشوفش حد غيرك. أهو ده اللي أنا باخده منك، شوية البكش والكلمتين اللي بتضحك على عقلي بيهم. عارف يا سليم؟ أنا ساعات بحس إنك بترجع لي علشان بس أفكرك بالحتة النظيفة اللي باقية جواك. لا طبعاً مش حقيقي. أنا عمر ما كان جوايا حتة نظيفة. بقول لك إيه؟ ما تيجي نروح نشرب حاجة ونسمع حبيبتك.
يلا يا ديف. اول ما البنت تقول لك انت زي اخويا على طول تقول لها عرفيني بامك. يا سلام صح، ما تبقى زي امي. اديك ابتديت تفهم. تيجي ماسك البنت قدام امها وسكعها بالقلم على وشها وتقول لها بنتك يا هانم دايره على حل شعرها، وانا زي اخوها لا مؤاخذه وما ناش خرنج. سلام يا رايق وانت رايق. وكده اطلع من دايره انت زي اخويا يا فارس. ده انت هتطلع من حياتك كلها، هتطلع من كل الدوائر. يا عم الرايق انا عايز ادخل، ادخل في الدوائر تطلعني. انا معرفش الحريم دي عايزه ايه. ابقى حنين معاهم يقولوا ده راجل سهل قوي. وماله السهل؟ طب ما العيال بتطلع من الامتحانات يقولوا الله ده سهل قوي. وابقى عفش معاهم وغامض يقولوا ده صعب قوي. وماله الصعب يعني يا عم الرايق؟ طب ما العيال بتطلع من الامتحانات يقولوا ده صعب قوي. بس حليناه. يعني ليه حل يا عم الرايق؟ اعمل ايه عشان اعجبهم انا؟ نسوان يا ابني ملهاش كتالوج، وربنا هيرزقك ان كان بيرزق الفوله بكيالها، مش هيرزقك انت. يا رب يا عم الرايق يا رب. قولي امين. امين. حصل ده ما طلعش برانا. خليكي جنبها يا ليلى دي، ما تسيبيهاش. حاضر يا ماما، من غير ما تقولي طبعا. صالح استنى، عايزه عيب قوي لما تسيب اهلك في ظرف زي ده وتمشي. خلي عندك دم. بقول لك يا زكريا، انا هروح بيت في بيتي وباجي لكم هنا الصبح. ولازمته انك تبات في بيتك وتسيبنا يا اخي؟ حسس اهلك مره واحده انك موجود في حياته. اسمع يا ابني، بكره هتندم على كل دقيقه سبت فيها امك وابوك وما عدتش وسطهم. انت مالكش غيرنا. تسمع على خير. متزعلش. عايزاني اعمل ايه يا جيهان يعني؟ افرح باللي كانت عاوزه تموت نفسها، ولا اللي جاي يتخانق عشان بحرسه ويقول لي مالكش دعوه بيا؟ اهدى بقى. مش انت دايما تقول ان اللي ربنا يحبه يبتليه؟ ونعم بالله. الحمد لله. الحمد لله. وحياتي عندك، ما تزعل. ما بحبش اشوفك زعلان ابدا. وبعدين انت عارف ولادك يوم والتاني، وهتلاقيهم جايين ملمومين حواليك، دول ما يقدروش يبعدوا عنك ابدا. بكره علمه عند ربك، بس هو اللي عارف هيجيب فيه ايه. يا عم الشيخ يلا، امال قوم كلك لقمة عشان تقوم زي الحصان ان شاء الله. الدكتور قال ايه يا حسن؟ هيروحوا يعملوا اشعه على ايدي عشان يشوفوا فيه كسر ولا لا، بس هو قال يلزموا الراحه التامه. ربنا يطمنا عليه. يا رب. انا بس كنت عاوز استاذن حضرتك في حاجه. خير؟ المفروض النهارده عمار كان يروح يجيب الموال من دكان عم حمزه، وهو تعبان، فانا قلت يعني استاذنك اروح المشوار ده مكانه. لا ما ينفعش،
خلي أمير وعزيز يروحوا وياخدوا حد من العيال معاهم. ليه بس يا عمنا؟ أنا مش هتأخر. ما ينفعش أنت وعمار تسيبوا الدار لوحديها. أباي ما خلاص يا حسن، قوم أمال الله يهديك. الشيخ عايز يرتاح، روح أنت الأمير قول له خلص المشوار ده وأنت اقعد مع العيال هنا عشان عندنا شغل كتير كتير قوي يا أبوي. يلا أبوي. الله أخوة الله يهديك. على إذنكم. يلا عم الشيخ. يلا عم الشيخ. ايه الوجاهه دي؟ ده انا ما عرفتكش، ده حتى لو امك شافتك مش هتعرفك. ما تحسسنيش يعني ان انا كنت معفن قوي كده، انا بس بحلو شويه في البيضة. ماشي يا حلو، اقعد. قول لي، الشقه اللي جابتها لك خلود عجبتك؟ حلوه الصراحه. بس هو يعني انا لو طلعت فيها نسوان البواب بقى ايه اللي مزاجه يفضل عيد لي على الطلعه والنازله ولا ايه؟ نسوان كل اللي شغلك وانت عندك شقه في الزمالك انك تطلع اشكال وسخه زيك ولا لا؟ هدي بقى الحاجه اللي ما نقدرش نشتريها ولا ينفع ننظفها. ايه هي دي بقى؟ العقول والقلوب. اخترعوا اللي يغسل الكلى بس لسه ما اخترعوش اللي يغسل القلوب وينظف العقول. وايه لازمته الكلام ده دلوقتي يا عم هاشم؟ لا ابدا، بس بفكر نفسي عشان ما اتعشمش فيك زياده. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ تحطيني الباترينه بقى بالبدله دي ولا هيبقى ليها لازمه؟ انت اللي لازم تعمل لنفسك لازمه. فرصة. زين العطار مش فايق ومش واخد باله. لازم بقى تثبت نفسك. أعمل إيه يعني؟ مش فاهم. هتمسك مصنع من المصانع وهجوزك بنت رجل أعمال ولا ممثلة عشان تبقى واجهة، وهتمسك مكان متولي اللي اتقتل وتوزع سلاح على التجار. وزين وافق على الكلام ده؟ لسه، بس هيوافق. ما أنت لازم تقابله. إيه؟ أقابله؟ تقابله وتحط ايدك في ايده. ايه مش عايز تشوفه؟ ما كنتش متخيل ان انا اقابله في يوم من الايام. هيحصل، وفي الحفله انت معزوم ولازم تيجي. عملت ايه؟ تمام، انا اللي هاجي معاك، بس هو لازم ارجع بسرعه. اركب بسرعه. ده أنا مش هقدر أقابل بابا دلوقتي يا ماما بعد إذنك. لازم تبقي عارفة ومتأكدة إن أكتر حد بيحبك في الدنيا هو أبوكي. ده قلبه وجعه من اللي أنت عملتيه. أنا عارفة، عشان كده مش عايزة أشوفه. مش هقدر أحط عيني في عينه يا ماما. طب معلش. على كل حال هو بيطمن عليكي مني. بس لسه برضه مش عايزه تقولي لي انت ليه عملتي كده؟ ماما بعد اذنك ما تضغطيش عليا اكتر من كده. انا لما اقدر اتكلم هتكلم او بحكي لك في الوقت المناسب. علي انت فين؟ تعال بسرعة، انا محتاجة لك. مسك جروع يا ام حمزة. احسن منك. يلا ما تخوتنيش، خد حاجتك وامشي. طب والنبي يا ام حمزة معلش، ممكن ادخل الحمام عندك؟ مفيش حمامات هنا، اعمل في الشارع ولا اي قهوة ولا على نفسك حتى. ليه بس كده يا ام حمزة؟ ده شيخ سلوى محرج علينا ما نروحش في اي حته غير عندك. يا ولدي ما تخوتنيش، قلت لك خدوا حاجتكم وامشوا. حاضر يا عم حمزه. انا ده احنا جايين المشوار ده كله عشان بس نشوفك يعني. والله يا عم حمزه جايين لك عشان نشوفك، فيا ريت تظهر لنا بقى كده يعني. اظهر فين يا بهيم انت؟ وطي حسك، انت فاكر نفسك في بيتكم؟ لا انا قصدي تظهر قوي، تنور يعني يا عم حمزه تنور. احنا اسفين، شيل يا ابني، شيل يا امير الشوال ده وانا هشيل الشوال ده. Thank you.
احنا هنمشي بقى. نورت انت يا رحمه، مش قلت ما حدش يطلع من الشباك؟ ينفع يعني؟ انا هكسر راسك. يلا يلا نجيبه انت وهو. سلام عم حمزه، مع السلامه. طب هيكون مين يعني؟ هو كل اللي قريب منك عقلك هيرفض يشك فيه؟ انا دلوقتي ما بقتش عايز اعرف هو مين. انا هعرف بطريقتي. المهم البضاعه هتوصل كمان يومين، عاوز عينيك في وسط راسك لحد ما تدخل المخازن. طب واللي حصل في الدار؟ اللي حصل في الدار ده محسوب ومدروس. بيلعبونا، عايزين يوقعونا. طبعا الصلح مش هيدوم اكتر من شهر، شهرين بالكتير. وبعديها ناوي على ايه؟ لازم اعين حد مكان شريف، ولازم اسافر اسوان بسرعه. وبرضه مش ناوي تعرض نفسك على دكتور يا زين؟ انا مش هموت الا على سرير يا سليم. يا اخي حد قال لك موت في مستشفى؟ على سريرك، وهنجيب لك اكبر دكاتره في البلد يدووك. خلينا نشوف اللي في حمانا الاول وبعدين ندور على روحنا. ربنا يطمنا عليك وعليهم. بالاذن. انا يا سلمى عامله ايه دلوقتي؟ احسن الحمد لله. مامي قاعده معاها من ساعه ما صحيت. ايه ما قالتش عملت كده ليه؟ بتقول ان هي خايفه من اللي حصل، وبعدين مامي بتفكر توديها لدكتور نفساني، بس انا متاكده ان بابي مش هيوافق. طبعا ان شاء الله ربنا يطمنكم عليها. ان شاء الله. بابي عايزني في حاجه، بس انا مش عارفه هو عايز ايه. حاسه ان في حاجه غريبه. كويس. انا كمان كنت عاوزه. عاوزه في ايه؟ عايز نتجوز السنه دي. احنا مش كنا هنتجوز السنه اللي جايه؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. كل الموضوع ان انا ما بقتش قادره ابعد عنك اكتر من كده، ومش هطمن عليكي غير وانت معايا في بيت واحد. عايز اقول لك على حاجه. كل سنه واحنا مع بعض. ايه ده، هو النهارده ايه؟ زي النهارده عرفنا بعض من سنه. ايه ده، والله العظيم انا اسفه. انا فاكره طبعا، مش ناسيه، بس انت شايف اللي بيحصل. انا عارف، انا بحضر اليوم ده من سنه، وعشان كده جبت لك دي. ايه ده؟ شوفيها. انت بجد عملت كده؟ من اول يوم شفتك فيه وانا عارف ان احنا هنبقى لبعض، فكنت بعمل كل ده عشان اجدولك النهارده. حلوين قوي. عجبوكي؟ طبعا. طب شفت الصوره دي؟ ايوه. ازاي الصوره دي عندك اصلا؟ ما سبتش حاجه الا ما عملتها. ايه ده، تصدق انا احلى منك بكتير قوي. يا ستي مش قوي يعني. لا والله بهزر معاك، انت احلى حبيبتي. فظيع. شوفي دي بقى. شوفي دي. ايه ده، في حاجة حصل؟ أنا ماليش صور في البتاع ده. مش لما تتسرح الأول؟ صح، اتسرح وتعالى نحط لك صورة كبيرة قد كده. طب أنا يارا وهيرو جايين دلوقتي، هوديهم فين؟ ايه ده، دول يابانيين؟ هيقعدوا فين يعني؟ يقعدوا فين؟ في أوضتك. اه صح، يبقى حطوا لي بقى صورة في البتاع ده. في يا رايق؟ عملية كل أسبوع كل أسبوع. العمليات دي بتتم في السر ليه؟ طب يا فتحي خلاص خلاص يا عم بقى، انا هتصرف، هظبط كل حاجه. اتفضل اتفضل. الباشا الكبير بيرتصنا، بيدخل شحنتين كل شهر، وعايز الشغل يبقى على قد. ودي كان ميعادها امتى؟ بعد يومين. طلب من فتحي انه يشتري مخازن باسمه، مش عايز ان المخازن يبقى ليها اي علاقه بزينه. حلو قوي الشغل ده. الطلعه دي عندي بقى يا باشا. لا يا باشا خلي بالك، الرأي كده ممكن يتمسك وسره ينكشف. واحنا مالنا ومال الرأي؟ احنا هنوصل المعلومه لاكرم وهو هيتصرف، وهنظبط انها تيجي من مكتب مكافحه المخدرات، وكان فتح الرأي هو اللي كان مقصود بيها. طب ومحسن بيه هنعمل معاه ايه؟ ده بقى هنسيب له اكرم، هو هيتصرف معاه، ما تقلقش. الله عليك يا وسيم بيه، تلميذي بجد، المعلم محدش يقدر يعلم عليه. تلميذك يا باشا، عن اذنك. اتفضل يا باشا. عبد الله ما ينفعش يشتغل معانا، كل حاجه هتفضل زي ما هي، انا بستلم وفارس بيسلم.
يا زكريا عبد الله ده يبقى ابن عمك. بعدين احنا محتاجين ناس جداد. ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفس. انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كره وكره الخير لينا يا عمي. هو هيبقى العمده بعد ما ابوه ربنا يفتكره. بس. بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار، ما فيهاش حاجه يعني. وانت موجود يا عمي، انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا. انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال اللي انا هبقى كبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارس ايه؟ لا انا ولا عبد الله ننفع يا زكريا. بصراحه يا عمي انا شايف ان زكريا كلامه صح، يعني على الاقل الفتره دي ما ينفعش ندخل حد مكانه. الله اعلم من الخاين. وامانه ربنا الرجاله كلها بتحب زكريا وبتحترمه. يا عبد الله والله ما كانت صورتي، وانا قلت لك الف مره قبلك ده تعال اعمل لك بروفايل على الفيس وانت تشوف بنفسك. فيس ايه ومستجران ايه اللي بيقول عليه ده؟ شايفين عيل فرفور؟ وبعدين يعني الواد حمداني بيكذب؟ ايوه طبعا بيكذب، حمدان اصلا مش عندي في الفريندز. عارفه يا رجايه؟ لو عرفت انك نزلت الصوره على الفيس ده ولا حتى لوحده شبهك هكسر التليفون على دماغك. فاهمه؟ يا عبد الله انا عارفه انك بتحبني وبتغير علي وانا استحاله اعملك ده. خير يا عبد الله؟ قاعدين لحالكم ليه؟ خير يا بنت عمتي، وفيها ايه يعني؟ وانا غريب؟ انتوا عشان قعدتوا لكم يومين في مصر خلاص؟ فكرتوا نفسكم اجانب؟ قوم يا بنت يا رجيه بدل ما نادم امي تشوف لها صرفه معاكي. خير يا اختي مالك داخله سخنه علينا كده؟ معلش يا رجيه، عايزين نجيب لها بوي فريندك في صالح كده، ياخدها جنبه في الكابورليه. ما تتلم يا عبد الله. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي يا بنت عمتي، وبعدين ما لهاش لازمه هبه النفس انا بتاعتك دي. نفسيتك طلعت على هدومك. وبعدين انا قاعد في بيت عمتي وبادبي، انا اعرف الاصول زين. ولا هو دي واجب الضيافه يا عيشه؟ ايوه ايوه عاد هو ده واجب الضيافه. بس يا عيشه كفاياك عراك، انا ماشيه وسايبها لك خالص. ارتاحي يا اختي. عجبك كده يا الشلبومه؟ خليكي قاعده كده لوحدك زي قرد قطع، هنسيبها لك مخضره جاتك القرف. أنا منبسط قوي يا أولاد لما بشوفكم مع بعض. الله يخليك يا عمي. وعشان كده بقى أنا عايز أفتح حضرتك في موضوع. موضوع إيه؟ يعني كنت عايز أخلي الفرح السنة دي. بصراحة مش لاقي أي سبب يخليني بعيد عن ياسمين طول الفترة دي. ده خبر كويس قوي. بس زي ما اتفقنا هتعيشوا معانا هنا. اللي تشوفه يا عمي. ممكن اعرف ما كنتش بترد عليا ليه؟ ما كنتش برد وخلاص، ايه اللي حصل يعني؟ يا سلام، ومن امتى بقى ان شاء الله؟ من الصبح. وبعدين ما انا جيت لك اهو، عايز ايه تاني؟ فيك ايه متغير يا زكريا؟ طول عمري كنت بحس باللي هيحصل من قبل ما يحصل. انا حاسس دلوقتي ان اللي هيحصل عمره ما عدى علينا قبل كده. لو اللي متولي عمله ده كان نجح كان هيخلي الناس كلها تروح تقف جنبه، وساعتها كان هيعملوا فينا ألعن من اللي كنا بنعمله فيهم. انت مخبي عليا ايه يا زكريا؟ مش مخبي حاجة. بقول لك ايه، انا جاي تعبان وقرفان وعايز افك. ممكن ممكن ايه يا ابني؟ هو البيت كئيب قوي كده ليه؟ ما انت عارفة عمي لسه ميت والدنيا مقلوبة. بس حلو شغل السلاح والاكشن ده. هو انت بتعرف تمسك سلاح يا حازم؟ للاسف لا، بس اخويا زكريا معاه السلاح بتاعه. طب بقول لك ايه، صح، وحوار ان ابوك تاجر سلاح والكلام ده ايه؟ هو فتح فين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جرايد. طب بقول لكم ايه، خلاص فكوكم الشغل ده. هو انا ممكن ارول هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، انا امي لو دخلت علينا في اي وقت ممكن تبهدلنا. هو انت مش مسيطر هنا خالص يا حازم؟ ده انا بقول لامي قاعده عادي يعني. يا ستي المشكله مش في امي، المشكله في امك انت.
وبعدين اهدي علينا كده، الواد لسه جديد. ها ما تزعلش مني يا حازم، بس انا اول ما افتكر اول مره سمكت فيها عملت ايه بموت من الضحك. اه عشان اول مره على فكره. اه بقول لكم ايه بقى، انتوا الحشيش اللي انتوا جايبينه ده افغاني ولا الماني؟ الماني. انت قلت لي ابوك فاتح فين؟ بقول لكم ايه، انا هطلع اراقب الجو بره وانتوا رولوا سجارتين كده بسرعه. قشطه. لا تعجبني وانت مسيطر يا برو. محسن بيه، في واحد من المرشدين قال لنا ان زين العطار هيخبي شحنه سلاح جايه له في مخزن من مخازن الرايق. يا سلام، وهو المرشد بتاعك ده بقى عرف منين المعلومات الفظيعه دي؟ معرفش يا فندم، هو مرضيش يكشف عن المصدر عشان خايف، بس انا متحفظ عليه لو سيادتك عايز تستجوبه او اي حاجه. وهو زين العطار ما عندوش مكان في المخازن بتاعته، قام قاعد يدور على مكان في مخازن تانيه. ليه؟ بيبيع مكرونه؟ جريه اكرم، ما تتبل لشغلك يا ابني بقى، ما تخليش حد يضحك علينا. يا فندم انا متاكد من اللي بقوله. انا متاكد كويس قوي ان انت ما انتش شايف شغلك، كل همك هو زين عطار وبس. رايي بقى ان انت تشوف شغلك يا حبيبي. خد عظه للي حصل يوسف. مع السلامه. الو. ايوه حاج زين، ازيك؟ لا ابدا، بس اللي كنت عامل حسابه حصل. خيبتك في بناتك يا زينب، يعني يا معدله ما كنتش عارفه تتجوزي المنيل صالح لهبل ده؟ مش عارفه انت مش احلى من البت المعصعصه اللي جابها دي ولا لا؟ احنا مش مكتوب علينا نطلع من المخروبه دي ابدا، ولا لينا في الطيب نصيب. ما حبنيش، يلا ما حبنيش اعمل ايه؟ ما انتي عارفه الحب ما يتشريش ولا بيتعمل غصب. ده ليه يا اختي؟ وهو هيلاقي احلى منك فين يا بنت زينب؟ انت اللي مش عارفه قيمه نفسك. لكن معلش اقول ايه، انت مش حركه، ما فيكيش كده نفس وروح تعملي حركات عشان تتجوزيه. اعمل لك ايه انت غاويه تفضلي كده؟ خليكي قاعده، النبي ما انت رايحه في حته، خليكي لحد ما تمشيش وتعفني جنبي. هو انت ما بتزهقيش ياما من السيره دي؟ عاد ما تهمل البت في حالها. ما انت عايزه دورك، خليني مهملاكي. ده انت عامله لي عله على قلبي انت بالذات. ومالك يا بنت بتكلميني وانت عامله قرفانه كده؟ كانتك مصيبه منك ليها يا عره البنات. انت خلاص ضاقت بيك الدنيا كلها ومش لاقي حد تحبيه غير عبد الله يا خايبه. بحب ورايدني وهتجوزه، موت بغيظك يا زينب. موت بغيظك يا زينب. بقول لك ايه، انا ما اسميش زينب، احترمي نفسك، اسمي اما. ومعلش بكره تقولوا امنا جالت. يا شيخه كانتك خيبه وانت عامله زي ليمونه في بلد قرفانه على طول بتتكلم كده. قومي افتحي لي التلفزيون، قومي فزي، هاتي لي برامج التيك توك شوز دي، خلينا احرق دمي زي ما انتوا حارقين. وكاتكم نيله، احنا هنتجوز امتى يا زكريا؟ فيها ناديه، هو انت كل ما تبسطيني شويه ترجعي وتعكنيني عليا تاني؟ ليه؟ هو سيرة جوازنا بقت عكننا؟ انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ولا احنا هنفضل مترافقين كده على طول؟ وانا ايه اللي يخلينا استحمل الوضع ده؟ عشان بتحبيني. وانت كمان بتحبني وما بتحبهاش. نادية، ما تجيبيش سيرتها تاني. ليه بقى؟ هي بنت الملك وانا بنت الخدامة؟ لا فوق، انا نادية الرايق اللي شباب مصر كلهم بيتمنوا النظرة منها. خلينا نبعد عن بعض شوية يا زكريا، وانت ساعتها هترجع لي، بس مش هتلاقيني موجودة، وانا عارفك اكتر من نفسك، بلاش تضيعني من ايدك احسن. قال لي تعالي لي البيت عايزه اشوفك. قلت له مش عايزه اعرفك تاني، شتمني. قلت له انت مش عارف انت بتكلم مين، والله العظيم لا اوريك. بعت لي الصور زي ما انت شايف. ما كنتش عارفه اعمل ايه، لقيتني بموت نفسي. وما قلتليش ليه من الاول؟ ما كنتش عارفه افكر يعني، كنت خايفه ولسه خايفه ومش عارفه اعمل ايه. انت الوحيد اللي جريت عليه يعني عشان باثق فيه، وعارفه ان انت عمرك ما هتضرني. الواد ده عنده صور تانيه غير دي؟ معرفش. امال مين اللي يعرف؟ وازاي اصلا تسمحي له صورك صور زي دي؟ صور زي دي ازاي يا علي؟ احنا كنا بنتقابل بس ما حصلش حاجه. علي
انا اختك. تتصدق عليا كده؟ مش هتفرق يا سلمى. الواد ده عنوانه فين؟ هتعمل ايه؟ هتصرف. عم زين لو شاف الصور دي ممكن يقتلك، وانا مش هقدر استحمل حاجه زي دي تحصل. هات العنوان. عصيت الامر يا حسن. عاش ولا كان ليعصي امرك يا شيخ سلمى. انا بس مش عارف اقول لحضرتك ايه. حقك على راسي. لا راسي ولا راسك، الحج حج. اللي تحكم بيتنفذ يا مولانا. الحكم حكم الله، والعقاب عرف، والعرف لازم يتنفذ. مساء الخير. خير يا حاج زين، قلقتني. هو انت بتقلق ابدا يا فتحي؟ خير. كنت عايز اسالك بس على شويه معلومات كده كنت نسيتها في الكوتشينه. كوتشينه؟ اسال براحتك يا حاج. هو الجوكر بيعمل ايه بالظبط في الكوتشينه؟ ولا اي حاجه. ولا حاجه، ملوش لازمه الا مع غيره زيك كده بالظبط. خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟